يا ولاد ليه؟ يلا ربع درب على الداء. اجيب كروف؟ الله ينور يا رجالة، الله ينور الله ينور. سلكة ما شفتش حد فيكو ماركة ماركة، أنا صحيح والباقي فكة فكة، يا مرحب بيكو في المنافسة ولسه العبد لله سلطان السلطان السلطان العبد لله سلطان. أنا ممكن أروح فيلتي اللي في مدينتي في الرحاب أو فيلتي اللي في مدينتي وأقعد فيها، بس المشكلة إن في شوية الديكورات مش عجباني، العربية بتاعت البي إم هتعص مية، طب مش عارف أعمل إيه. الحمد لله. بصي حاجة حلوة قوي، أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ ها؟ أعمل إيه؟ حاسس والله أنا ممكن، مش عارف أعمل إيه؟ البت نور دايما تقول لي ايه، حصل قرض حتى ناشفة قرض حتى ناشفة، ففهمتش الكلمة دي من نور الى دلوقتي صراحة غبية. انا تعبت تعبت كسا افضي مية واملى مية افضي مية واملى مية. بصوا انا انتهيت يا جدع، ما تقولش كده، بيتي اتخرب فداك، سبت وظيفتي يا جدع ولا يهمك، عربيتي اتدمرت، المهم الصحه بقت في النازل. الله 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 الله، علشان كده لازم اعوض خسارتي. ما انا كمان عايز اتجوز. يبقى هو ايه في وشه دلوقتي؟ انا في ايه لو والله لو وقعت معانا قويه ليه؟ طب اللي بيصلي على النبي بيقول ايه يا جدعان؟ الله يبارك له يابا. عروسه نحس يا جدعان، عندي عروسه دي يا جدعان، خلي بالكوا عروسه والعريس بتاعها واقف جنب. تطلع ترند بس انا ما كنتش. يا سلام خش يا صبي، ما تنساش انا هجيبك واجيب نفسي. ماشي خش خش يا صبي وعلى ثانيه ده ايه الكوميديا دي يا جدعان؟